هل الكونسلتيشن موديلز كلها بتتكلم بنفس الطريقة؟ احنا قلنا عندنا 15 كونسلتيشن موديل، هما الحقيقة متفقين في حاجات ومختلفين في حاجات، لكن خليني اقول لكم ان انا في البرزنتيشن ده هقول لكم على خلاصة او البرنسبلز اوف كونسلتيشن متاخدة من كذا موديل. اول حاجة لازم حضرتك لما تقعد مع العيان تبقى قادر على انك تكتشف السبب اللي هو جاي عشانه لحضرتك. Discover reasons for patient attendance، هو جاي ليه؟ لانه جاي اكيد عنده شكوى، فلازم تعرف الشكوى دي ايه بالظبط. وعشان تعرفها هتعمل ايه؟ Listen to the patient describe the symptoms. Listen the patient tells you the diagnosis. Look for cues verbal and non-verbal. Obtain relevant social and occupational information. مهم تعرف عنه بعض المعلومات الاجتماعية ومعلومات في العمل هتبني عليها تشخيصك ساعات، او هيبقى لها علاقة بالتشخيص. والاهم من ده كمان انك لما بتيجي تديله instructions تبقى ملائمة للسوشيال كلاس بتاعه او حتى لمهامه او لشغلته. اقول لكم مثال بسيط قوي، واحد بيشتغل طول النهار بره البيت وانا عايز اديله بريسكريبشن، افضل اديله تابلتس ولا اديله سيرب في ازازه؟ هل يهمني ده ولا ما يهمنيش؟ طبعا يهمني عشان الكومبلاينس بتاع البيشنت. فانا لما بعرف المعلومات دي بقدر اصيغ الرساله بتاعتي او الادفايس بتاعتي بما يناسب العيان. بعد ما بسمع العيان وبشوف الكيوز بتاعته واعرف حاجات تخص سوشيال كلاس والاوكيوبيشن، ببدا اعمل ما يسمى ذا هايبوثيسز اباوت ذا كيس او ذا بروبلم. يبدا مخي يرتب الافكار يقول غالبا الحاله دي كذا. بعد ما اسمع من العيان ابدا وابدا احط هايبوثيسز، احط يعني تصور او بروفيجنال دايجنوزز زي ما بنقول او ديفرنشال دايجنوزز، ببدا اسال العيان تاني، ببدا اساله تاني ليه؟ علشان احصل على معلومات اكتر تدلني اكتر على البروبلم بتاعته وتديني نوع من الفاين تيونينج، اظبط التشخيص بتاعي. ساعات باكسكلود حاجات وبكونفيرم حاجات بان انا اخد معلومات اكتر. المفروض ان انا بعد ما باخد المعلومات الكافيه ببدا ادخل على المرحله الثانيه في الكونسلتيشن وهي ذا فيزيكال اكزامينيشن. وانا بتحرك مع العيان رايح لمكان الفحص انا في ذهني تقريبا تشخيص مبدئي او ديفرنشال دايجنوز. مهم جدا، قواعد هامه جدا حضرتك لازم تاخد بالك منها قبل ما تبدا الفيزيكال اكزامينيشن. لازم تعمل حاجتين: reassure the client about his or her condition، يعني اطمن حضرتك او ما تقلقش او خلينا نشوف نفحص حضرتك بهدوء، ما يبقاش عندك انت الكلام او الكيوز اللي تدل على انك انت شخصيا قلقان او حاسس ان في حاجه كبيره عند العيان. الحاجه الثانيه المهمه اللي كتير جدا من الدكاتره ما بيعملوهاش وهي بسيطه جدا وتفرق مع العيان جدا جدا، انك to explain the procedures to be performed. يعني تقول له دلوقتي انا هفحص البطن عند حضرتك، فمن فضلك احنا يعني محتاجين انك تساعدني شويه وتبقى ريلاكسد، ما تبقاش متنشن. او تقول له انا هسمع صدرك بس هسمعه من قدام وكمان لازم اسمعه من ورا. فانت في نص كلمه اديت له انت هتعمل ايه، وكانك علمته وكانك هيأته انك لو انت بتفحصه رفعت بتفحص الصدر وبعدين تقول له لو سمحت وريني ظهرك، هو جواه زينه. طب هو عايز ظهري ليه؟ يعني انت قلت له من الاول انا هفحص صدرك وجزء من فحص الصدر هو فحص او نسمع ظهرك، ده هيفهم وهيبقى جاهز يبقى ريدي للفحص اللي انت هتعمله. ده قبل ما تبدا الاكزامينيشن. تعالى عند المكان الاكزامينيشن على سرير الفحص، لازم تعمل الاربع حاجات دول. انشور برايفسي، يعني لازم يكون المكان مؤمن، مفيش حد مطلع على هذا الشخص، مكان برايفت. ولابد انك تحترم الكلاينت مود، لو قلقان شويه تهدي، لو هو يعني مستعجل شويه لازم تحسسه بانك انت ايوه انا معاك هخلص بسرعه.
بس في الاخر انت عملت ايه؟ عملت نوع من الاهتمام او الاحتواء للمود بتاعه. reassure the patient تاني وهو على على سرير الفحص، لكن اتفقنا الريأشورنس بيكون على scientific base. الحاجة اللي بعد كده ensure the presence of a nurse أو third person، حضرتك تأكد ان في شخص ثالث غير انت والعيان موجودين في مكان الفحص، ده بيمنع مشاكل كتيرة ethical problems medical legal problems. انت معاك شخص ثالث، الشخص ده سواء كان نيرس او كان حتى قريب للعيان او whatever الشخصية اللي موجودة، لازم يكون شخص ثالث، لان ده بعتبره احيانا witness، بعتبره شاهد لو حصلت مشكلة. بس خلي بالك النيرس افضل اختيار، لانه احيانا بيبقى الشخص الاكمباني the patient مش هو ده الشخص المناسب انه يعرف عن المريض كل حاجة. دي نقطة مهمة، دايما بنسأل سؤال العيان، هو الشخص اللي جاي معك مين حضرتك؟ وتقول العيان، هو تحب العيان اللي تحب اللي جاي مع حضرتك ده يعرف يحضر معانا الكشف ولا ما يحضرش. ففي ethics او نقاط مهمة جدا لازم حضرتك تاخد بالك منها، ان الشخص الاكمباني للبيشنت مش هو ده الشخص المناسب انه يعرف كل حاجة عن البيشنت. جايز العيان مش عايزه يعرف، جايز الشخص ده مش هيبقى مناسب انه يعرف. اوكي، فلازم اسأل السؤال للعيان مباشرة، انت تحب حضرتك الشخص اللي معاك مختبر بقى كان ابنه كان قريبه يحب يحضر معانا الفحص؟ ممكن يقول لك لا، فانت تحترم ده، وبالتالي لازم يكون عند حضرتك نيرس وما تعتمدش على الاكمباني بيرسون. الحاجة الرابعة المهمة اثناء الفيزيكال اكزامينيشن، explain each step to the client before it happens. يعني حضرتك بتفحص، مثال بتفحص الفيرتيبرال كولوم، شخص عنده ألم في الرقبة، اوكي، فانت طبيعي هتفحص الرقبة، هتشوف الفيرتبري وممكن حتى تمر عليها وتشوف تندر بوينت او كذا، تمام. احنا عارفين كاطباء انه لو في اوستيوجينيك او سام سورت اوف اوستيو ارثرايتس او ديسك اور وات ايفر بيصيب الفيرتبرال كولم، بيبقى مأثر على اكتر من منطقه، ممكن اللي موجود في السيرفايكال ريجون يبقى في اللامبر ريجون، فانت كطبيب عايز تكشف على كل الفيرتبرال كولوم وخصوصا اللمبر. فحضرتك بتقول للعيان من فضلك انا كمان لازم افحص منطقه الفقرات القطنيه وكل العمود الفقري عشان اتاكد انه مفيش مشكله في مكان تاني من العمود الفقري غير رقبتك. حضرتك قلتها في جمله، العيان مش هيستغرب انك بترفع هدومه وبتشوف مكان هو مش ما بيشتكيش منه. اوكي، احنا محتاجين العيان يبقى فاهم احنا بنعمل ايه، محضرينه نفسيا وذهنيا فيكون مطمن وريلاكسد، ما يبقاش انتنشن انت بتعمل كده ليه، انت ليه بتكشف المنطقه دي ما عنديش فيها شكوى. اوكي، لازم نعمل كده كويس جدا، اكسبلين ايتش ستيب تو ذا كلاينت بيفور ات هابن. هاخد منك عينه دم صغيره، في شكه صغيره هتحس بيها دلوقتي، في شويه الم بسيط هيختفي على طول، كل ده كلام بسيط جدا بس يفرق جدا جدا مع العيان. احنا كده خلصنا الفحص وخدنا بالنا قبل الفحص بنعمل ايه واثناء الفحص بنعمل ايه. بعد الفحص باخد العيان تاني ونرجع على الديسك او على المكتب بتاعي وابدا اعمل الخطوه الثالثه اللي هي ايه بقى، address the patient's problem، اشوف مشكله العيان ايه. انا خلاص كده عندي حاجتين يوصلوني الدايجنوزز، الهيستوري والاكزامينيشن، بوصل لبروفيشنال دايجنوزز او ديفرنشال دايجنوزز، تمام. وفي اللحظه دي انا ما دام وصلت الدايجنوزز انا بحط ما نسميه بالدي مانجمنت بلان، خطه العلاج. وخطه العلاج دي مكونه من كذا حاجه، الدراجز، الانفستيجيشنز، الفولو اب، كل دول بسميها ده مانجمنت بلان مش تريتمنت بلان. بي كيرفول، لو اتكلمت على تريتمنت بلان انا اتكلمت فقط عن الادويه او الميديكيشنز، لكن مانجمنت بلان اوسع واكبر، فيها بشوف ايه الانفستيجيشنز اللي المفروض هو يعملها، ايه الدراجز او الميديكيشنز المفروض يعملها، ايه الفولو ابس المفروض يعملها
ايه التشينج اوف لايف ستايل اللي محتاجه، كل ده مهم جدا للعيان. انت خلاص فكرت في الدايجنوزز وفكرت في المانجمنت بلان، وانت بتفكر في المانجمنت بلان هتبدأ تقول للعيان احنا هنعمل كذا وكذا. مهم جدا ان حضرتك تشارك العيان في المانجمنت بلان بتاعتك علشان يبقى هو جزء من اختيار الحلول او جزء من اختيار العلاج. ده بيخليه اكثر قابلية للكومبلاينس او للامثال للنصح الطبي. طبعا بقول لحضرتك انت بتستأذنوش في كل حاجة او ما بيشاركش في ان هو يوصف الدواء. انا بقول لحضرتك اشركه بس to the appropriate extent. يعني مثلا تحب حضرتك البريبريشن ده تحب تاخده على شكل حقن ولا اقراص، تحب نبدأ كذا او كذا، والله في طريقتين للعلاج، دي ميزاتها كذا دي عيوبها كذا، ولكن اشراكه في المناقشة، اشراكه في المانجمنت بلان نفسها هو ده اللي بيخليه اكثر قابلية للكومبلاينس او للامثال للنصح الطبي، لانه بيحس ان ده اختيار. شايفين حضراتكم هنا الدكتور في الصورة بيسأل العيان ومنتظر رد العيان. فاضل عندنا اخر حاجة في مرحلة الكونسلتيشن، اشرح للعيان هو عنده ايه وانا لقيت ايه في التحاليل بتاعته وفي الفحوصات او حتى في الفحص الطبي او من الهيستوري. share your feeling or findings with the patient، تشارك العيان في الحاجات اللي والله انا لقيت عندك كذا وعملنا كذا ولقينا كذا. احيانا العيان مبقاش عايز يعرف الكلام ده كله، وعشان كده خطوة مشاركة العيان في كل المعلومات محتاج منه حاجة بنسميها الكونسنت، ومحتاج من حضرتك قوة ملاحظة انه جايز المعلومات الكتيرة قوي عن المرض بتاعه في اول سيشن او في اول مقابلة ليه هيبقى ما نسميه overwhelming، هيعمله لود جامد مش هيستفيد. فانت بتديله المعلومات عن الحالة بتاعته بطريقة بسيطة، ما تديلوش كل المعلومات او ما تتطوعش انك تشرح له كل حاجة، لكن لو العيان سأل بتجاوب. اوكي، يبقى اذا في عندي حدود انا لشرح الكيس للعيان، ما امسكش ورقه وقلم وافضل اشرح له كل حاجه، ده مش صح. الصح انك انت تقول له البيزكس، الحاجات المهمه جدا، الفايندنج اللي انت لقيتها، الحاجات المحاذير اللي هو ما يعملهاش، الحاجات المهمه اللي يعملها. هو لو سال عن ديتيلز، افرض لو قال لك طب العيه ده بيتنقل بالوراثه يا دكتور، فانت تقول له لا ده ما بيتنقلش بالوراثه، او يقول لك هل كل ولادي، هل المرض ده هيعدي الولاد في البيت فاخلي بالي، تقول له لا ده مرض مزمن ما بيعديش. فانت بيبقى عندك الاستعداد انك ترد عليه علشان تطمنه، لكن مش من اول، يعني مش مطلوب منك انك تقعد تكتب له كل حاجه او تشرح له كل حاجه. دي حاجه مهمه، دي محتاجه منك مرونه كطبيب وقوه ملاحظه. اشرح الاساسيات اللي هي تفرق مع العيان، وبعد كده be ready to respond to his or her questions. مهم جدا بعد ما تشرح له تتاكد انه الاكسبلانيشن بتاعك او شرحك للحاله بتاعته مفهوم واكسبتد، لانه احيانا العيان بيبقى عنده مرحله من مراحل الدينايل، يعني الانكار. تقول له اكتشفنا ان حضرتك عندك سكر. سكر ازاي؟ ده انا كويس جدا، ده انا ماشي زي الفل، ده انا عايش حياه طبيعيه جدا، سكر ازاي؟ ده انا ما عنديش اي اعراض. فبقى عنده حاله من حالات الدينايل، دي عايزه سبيشال كير وانت بتتعامل معاه، انه لازم ياكسبت انه عنده ديزيز عشان يبدا يكومبلاي التريتمنت بلان او المانجمنت بلان. حضرتك تشخيصك او الدايجنوزز بتاعتك والمانجمنت بلان لازم تحتوي على النقط اللي انا قلتها قبل كده وباكد عليها. الانفستيجيشنز اللي انا هحتاجها، البريسكريبشنز اللي هي الأدوية أو الحاجات اللي هتوصفها له، and referral if needed. أنت تقول والله أنا هعالجك من الحالة اللي أنت فيها دي، 1، 2، 3 هقدر أعملهم لك، لكن حضرتك محتاج to consult neurosurgeon. يعني أنا أقدر أعالجك من كذا من الحاجات اللي عندك، لكن محتاج برضو تروح neurosurgeon. وفي الريفيرال حضرتك ياريت ما تأكدش أو تحدد حد معين، اذكر كذا اسم عشان ما يبقاش في شبهة الايه انك انت يعني في اتجاه ناحية دكتور معين. لا،
انت ممكن تساعد العيان انك تقول له كذا اسم، ناس دول والله انا اثق فيهم، ده نيوروسيرجن شاطر، ده قريب من سكنك، وهكذا. لازم حضرتك وانت بتشرح للعيان المانجمنت بلان تقول له امتى يطمن. يعني ايه امتى يطمن؟ يعني ايه ساينز اوف نورمال ريكفري؟ لما تبدا تخف الاعراض عندك ويبقى الديزيز كنترول، هيحصل كذا وكذا وكذا. هو كده كانه بيتابع معاك، كانه هو بيتابع نفسه وعارف امتى يعرف ان هو بقى كويس. الاهم من ده انك تقول له the warning signs، علامات الخطوره اللي بتستدعي ان هو يرجع لك تاني. افرض هو بياخد انتيبيوتكس والفيفر لسه موجوده والسويلنج لسه موجود وما بيخسش والالم بيزيد بعد ما خد الانتيبيوتيك لمده يومين، تقول له لو في يومين ما تحسنتش لازم تجيلي، يبقى في مشكله تانيه فلازم يرجع لي. فمهم جدا حضرتك وانت بتتعامل مع العيان بتاعك وتشرح له المانجمنت بلان، قول له هو محتاج ايه، ايه ساينز اوف نورمال ريكفري عشان يطمن، امتى يبقى مطمئن. واهم من ده انك تقول له warning signs. في اللحظه دي لما بيبقى عارف الورنينج ساينز بيجي لك بدري، فالهيلث كير سيكينج بيهيفير بتاعه هيبقى مثمر، هيبقى قادر على ان هو يعالج او يحسن او يريدايركت التريتمنت بشكل جيد. دي مهم حضرتك انك تقولها للعيان. نسال نفسنا كم واحد فينا من الاطباء بيعملوا ده؟ مهم جدا كمان اقول له الفولو اب ابوينتمنت المفروض تيجي لي بعد اسبوعين، وما تسيبهاش كده لو سمحت، لازم تقول له ريزون. انت بتقول له انت هتجيلي بعد اسبوعين عشان اشوف هنكمل العلاج ولا هنوقفه ولا هنغير الجرعات ولا هنحتاج نعمل further investigations. من فضلك ما تبخلش عليه بالثلاث كلمات دول، لان في ناس بعد ما تحس ان هي اتحسنت ما بتجيش الفولو اب. لكن لو حضرتك عامل لها ريزونينج وبتقول له انا محتاج انك انت تجيل بعد 15 يوم عشان ممكن اغير لك العلاج، او ممكن اطلب منك تحاليل تانية، او ممكن هنحتاج نطول العلاج شوية، مهم قوي ان حضرتك تبين له اهمية الفولو اب او انت جايبه ليه. زي ما اتفقنا التشيك ليست is the key for better performance. حضراتكم في هنا تشيك ليست حضراتكم تستعملوها وتستمتعوا جدا جدا بتطبيقها، وتساعدوا بعض انكم تستعملوا طريقه البير ايدوكيشن وتتدربوا وتتمرنوا، لانه بالتمرين المهارات بتتحسن. شكرا جزيلا لحضراتكم، اشوفكم ان شاء الله المره الجايه.